حد موعدكم مشاهدينا مع نيتشر، واليوم مارك بده يحكينا عن البيرماكلتور. صباح الخير. هاي، كيفك اليوم؟ تمام. نحن فسر لنا هلا ليك شو ما بدي انا اليوم فسر عن بيرماكلتور بكلها سوا، لانه بدها كثير وقت وبدها حلقات. هي كونسبت جديد، مش جديد يعني، قديم، بس اكثر واكثر عم نشوفه بلبنان حاليا. على مود بركي عم بتصير اكثر كمان حتى بالبلدان الاوروبيه. يعني نحن بنسمع كثير بالاورجانيك فارمينج. هلا الاورجانيك فارمينج هي نوع زراعه، اذا بدك، انه نحن بنزرع بس ما بنحط مبيدات كيف ما كان، بنحط متكل على اساس عضويه واورجانيك وهيك. البيرماكلتشر هي مش بس كمان زراعه، ما بدي هلا انا فوت بالموضوع، بس هي مثل تخلق ايكو سيستمز، هي تشتغلي مع الكوميونتي اللي معك، يعني تحلي اكثر. يعني البيرماكلتشر هي واي اوف لايف، مش بس انه انا ازرع. ففي يكون انا عم طبق، اذا بدنا نقول الفيلوسوفي تبع البيرماكلتشر بكل شيء، في طبقه بتيابه، في طبقه بطريقه عيشه، هيدي هي. وعم بيصير في اكثر واكثر بلبنان ناس بتزرع بطريقه بيرماكلتشر. انا ان الجمعه اللي قطعت كنت بفيزت لوحده من الفارمز اسمها جرين فان. هلا وجبت كم فكره قلت هيك بنشارككم مع المشاهدين، يعني رح ابقى هلا احط صور عنهم. فهيدي الفكره تبعي، يعني نحن مش بس انه انا بدي ازرع، بدي اجي افكر بيوند الزراعه، فكر كيف مثلا في، يعني مثلا في منطقه لنقول بكون بتجي بتحلف خبيط المجرير، في افترض فيك تشوفي اذا فيك تجيبي مثلا هالاسس تحطيهم عندك بالارض، تزبط الارض، تخلق ايكو سيستم، ترجعي انه انا مش بس بدي ازرع لنقول بطاطا. كثير كثير ترمى. انا جبت قصص هينه، يعني أوكي. في كل واحد يطبقها ببيته. رح ابلش باول صوره. يعني هلا بتعرفي انه قد في عالم حاليا عم بزرع بالبيوت؟ لا مش بس هيك، عندهم كثير هلا دجاج، يعني هلا عم بتبلش الخبريه على دجاج. واذا بتعرفي كنا عم نحكي الجمعه اللي قطعت كثير، انه حاليا اللحمه عم تغلى كثير. هلا نحن بنجي نقول طب ليه عم تغلى؟ كثير 100%. بس تخبرك انه المزارع يلي بده يطعمل بقر عنده 65% من كل شيء بيدفعه هو للعلف. فنحن عندنا كثير مشكل كبير، لانه بلبنان ما فينا نزرع كثير غالي، لانه اذا بدك تزرعي كل لبنان علف ما فيك تطعمي حيوانات لبنان. سو عمليا مضطرين نحن نستورد تنقدر نطعمي الحيوانات اللي عندنا. هلا كثير غالي هذا الشيء وحاليا امبوسيبل. فالعالم اللي عندهم دجاج مثلا شو بدهم يعملوا؟ او حتى العالم اللي عندهم بقر اللي عندهم هيك، عم تيجي هلا تكنيك جديده رح ارجع احط صوره واشرحها، يلي هي انه نحن ننبت. لانه اذا انت هلا بتروحي بتشتري علف غالي، بس فيك تشتري البشتله البزر تبعها. رح نحط صوره اوكي ونشرح شو الموضوع. أوكي. بالصوره اللي عم تشوفها هون بتشتري اربع انواع هلا بهالصوره هيك، يعني في قمح وفي درة وفي شعير وفي باقيه، يلي هن هول بياكلوهم كثير الحيوانات، فيهم بروتين، في كل هالاساس. هلا لما بتحطيهم مثل ما انا هون عم شوفها، بكون في قبل صوره ليك دهينه، ما في شيء، بتحطيها مثل بمي ل 24 ساعه، بترجع بتحطيها هون. بينزل عليها مي دائما، كيف مثلا وقت بتعمل المغاره بنبته، يعني اول ما تطلع شوي صغيره هيك، ساعتها بناخذهم وبنطعمهم للحيوانات. هيدي الطريقة هلا عم تستعمل كثير، لأنه إذا بدك تروحي تشتري علف بيكون كثير غالي، لأنه بده وقت، زرعتيه بالأرض، حطيت عليه كيماوي. هون زرع بس إذا بدنا نقول دفعتي حق البذر، بس البذرات يعني، وحطيتيهم ما زرعتي وبطعميهم. رح فرجي الصورة، هن كان عندهم دجاج، كانوا عم بياكلوا دجاج. فتشوفي بس هيدي التكنيك كمان فينا نطبقها، مثلا هن بيطبقوها كثير للتنبيت، وهلا كثير عم بفكروا فيها بلبنان كثير أشخاص، لأنه بدهم يطعموا الحيوانات يلي عندهم. طريقة تانية أنت ما رح تحبها كتير ستاف، بس أنا كتير حبيتها فرح فرجيها. يعني هي هلا بتشوفها، لأنه هلا في دودة بسموها هلا بنحط الصورة كمان بعد شوي. هيدي الدودة عمليا كمان شو بتعمل؟ بتاكل هي نشارة، يعني بتقطع بمراحل بالآخر كمان. إذا أنا عندي دجاج بدي أروح أجيب لهم بروتين، بجيب لهم ما بقدر. فهون عم حطيت صورة حلوة كرمالك يعني. فهيدي اسمها ميل بورمز، يعني هيدي الدودة بنطعميها فضلات الأكل، بنطعميها حتى نشارة وهيك، وهي بتقطع بمراحل. لما تصير الدودة بنكبها للدجاج. وكثير هيدا كمان اكثر واكثر كثير بروتين لانهم، وطريقه مهمه. يعني هول طريقتين شفتهم عندهم بتطبقون هيك، قلت بنشارككم مع المشاهدين. سو كثير رح يسالوا هلا بعد الحلقه شو الخلطه، رح ارجع اعيدها. سو الخلطه كانت عمليا درة، قمح، شعير وباقيه. سو الباقيه اللي بحب ينبش عليها هي بنسميها نحن الفاس بالفرنساوي او فيسيا، بيطلعوا عليها كثير موجوده، بنقول باقيه انه اللي بيعرفوها التار موجوده. رح نروح هلا على شغله كمان، هيدي كارثه بلبنان حاليا. كمان كانوا عم يطبقوها، حبيت هيك كمان عن شركه. هيدا اللي عم نشوفه هو بندوره.
فاللي عم بيزرعوا بندورة كلهم بيعرفوا شو اسمه بصير عندهم هالشيء. في حشرة اسمها توتا ابسولوتا، يعني حيلا حدا بيزرع بندورة بيعرف قد ايه هيدا ابسوليمون تو يعني 100%. اوكي سو ليك كيف بتصير البندورة يعني بالهيدا. هلا اذا واحد بيطلع على القريب دونك هيدي هي توتا ابسولوتا، هي مثل فراشة صغيرة بس الدقة تبعها كثير كبير. هلا في كثير طرق لنعالج بس بتعرف قد ايه عم بيصير كله غالي، فهن عاملين هيدا الطريقة كثير هينة يلي هي حاطين مثل لمبة زرقاء ما بتصرف شيء، ما بتصرف كهرباء لانه لاد وهيك، وعاملين هيدا البياج سو بحطوها بقلب الخيمه وعشيه بيجوا بيجوا هن لهون بيقلبوا بالمي وليك كيف بكون ما بقى بيروحوا على البندورات. هلا بتقولي هيدا رح تعالج كل شيء؟ لا، بس هيدا بياج بطريقه أكيد. ايكو فريندلي بتخفف احسن كتير. من بلا 100%. سو حبيت احط الصوره كمان. اوكي شغله كمان زياده هيك شركه هون عم نشوف. هلا هيدا انا بس الصوره مش واضحه كثير لان كان فيديو. هون بتشوف يعني مستحيل كثير بدها كثير قوه، يعني انا ما قدرت اعملها. هيدي الشوكه كثير كبيره. اوكي هي طريقه كمان لتهوي الارض وتقلب الارض بطريقه كمان طبيعيه ما تتفهمها 100%. سو هيدي كمان بتطبقوها عندهم. هلا رح نشارك بقصص كثير هينه. هلا ما بعرف قد ايه بعد في ناس بالمين عم بيعملوا باربيكيو بس ما في ايه بس اجمالا صح صفر. اجمالا الرماد هو كثير مهم للزراعه. سو هون كمان هلا اذا بيسمعوا التبس رح نقولهم قد ايه مهم كل شيء نحن عاده وي توك فور جرانتد وكنا نكبه فينا نرجع نستعمله بالزراعه عنا. الرماد ستاف كثير مهم بالزراعه، فاذا حدا ما في عنده باربيكيو عملنا منقل وات ايفر ناخذ هرماد ما نكبهم. سو اول شيء رماد بالارض هلا كثير غني بالكالسيوم، الرماد كثير غني بالفوسفور والبوتاسيوم، سو فينا نرجع نحطهم على الارض مثل ما الصوره اللي كانت ورح ارجع احط صوره ثانيه. الرماد كمان عنده ادفانتج كثير كبير، حط هاي الصوره تشوفها حتى بهالطريقه 100% بس فوق هيك على الارض. هلا هون بهيدي الصوره اذا منتبه اول ما نزرع هلا ما بالك انت عم تخبرنا في كميات ولا لا مش ما لازم كثير تكتر بزيت المطرح لانه كثره الكالسيوم بالارض كمان بتصير تاذي. أوكي. بس مثلا هون بهيدي الصوره بتشوف الخسه بعدها كثير صغيره. لما بنحط رماد حواليها ليه بنحط رماد؟ لانه اول شيء بيعطي كيماوي، بس ثاني شغله لانه بنخاف البزاق والبزاق العريان يجوا ياكلوهم. البزاق ما بحب يقطع فوق رماد سو بيهرب وبيروح، وهيدي طريقه كمان كثير هينه من دون ما نرش مبيدات. ما يصير في بزاق على الخس. يعني هلا مثلا تعرفي قد العالم هاجمه على الزراعه، واحد من اكثر اعداء للنباتات اللي بنزرعهم البزاق والقبوط والدود بياكلوا كل شيء. فهيدي طريقة نبعد كمان عنهم البزاق. سو الرماد بحد ذاته مثل ما قلت هلا في اعمل بس حلقة عن الرماد تشوفي قد ايه انا بس عم بعطي تيبس، بكره بنبقى بنفصل اكثر. الرماد دونك كيماوي كثير مهم، يعني بيعطي مواد للارض نفس الوقت ريبلنت، يعني ببعد البزاق مثلا هون. هلا شغلة غير كمان قصص اللي بناخذهم كثير نحن فور جرانتد، قشر البيض. سو عادة بتعرفي انه نحن منكبهم كيف ما كان. هلا قشر البيض فينا اكيد كمان نهرمه مثل ما عم نشوف، كمان هو كيماوي كثير مهم، فينا نزيده على الكومبوست تبعنا وبساعد كثير الكومبوست. كالسيوم في كثير كالسيوم بقلبه والكالسيوم مهم للنباتات، كمان بنقدر نستعمله. زياده على هذا الشيء كمان فينا نحطه حوالي للبزاق وربلنت بريحته لكثير من انواع الحشرات. أوكي. وفي شغله كمان في كثير بيعملوها، يعني لما انت بتاخذي بيضه فيك تزرعي فيها. وليه؟ لانه اذا زرعنا البيضه ورجعنا زرعنا كل الشتله بالارض مع البيضة، البيضة كمان بتعطي نوترينتس للشتلة، يعني بتكون دغري حدا وهيك. هلا انا اكيد الاساس اللي عم بقولهم مش كلهم يعني مثبتين علميا، بس هول بينعملوا وين ما كان بالعالم، فمشان هيك رح بعد فرجي شغله كمان ابدا انا ما بقول انا مثبت علميا بس تستعمل حتى باوروبا. هون عندنا دراقة، والدراء مثلا بيجي عليه كثير، نحن مره تفاجئنا عنه كذا مره، تجاعد اوراق اللوزيات بنسميه، بيتجعد وبصير لونه احمر وهيك. لما نحط قشر البزاق سوري قشر البيض بقلب كيس بنحطه على شجره كمان بيقولوا بخفف هذا المرض. هلا انا مش عم بقول هول بنسميهم روسيت دو بون مير، يعني مش ضروري تكون مثبته علميا بس بيستعملوا كثير. هلا في كثير عندهم بزاق وبزاق عريان، وبتعرفي ما بتتخيلي الدقاء قد ايه كبير فيه. هلا شغله مهمه نعرفها انه الوز والبط بياكلوا كثير بزاق، سو هيدي فينا نحن نربي منهم كرمال ياكلوا بزاق، معروفه كثير. في بياج حلو هو مثل بهيدي الصوره بنسميه البياج ابيير، رح نفرجي كيف بتصير. سو انت بتحطي تابلوير وحيلا ورق حيلا يعني بتحط فيها بيره اوكي وبصيروا هالبزاقات بيجوا عليهم لانه وبيعلقوا هون، انت بصيري بتشيليهم بحبوا يسكروا هيدي هي.
فبتصير تشيليون تحرقيون تقتليون وتفر او ما تعمل شيء لا او ما تعمل شيء تكبيهم ترجعي بالطبيعه سو هيدي كمان واحدة من الطرق لانه عم بس عم نشارك بهالاساس هلا كمان نرجع بالصور الكوكسينال كثير مهمه لنا لانه احنا قلنا بالبيرما كلتشر بورد بونير بس بالبيرما كلتشر بترجع يبلد ايكو سيستم يعني حشرات مهمه مش بس الزراعه مهمه والكوكسينال من اهم حشرات لنا بالجنينه بس مش هيدا الكوكسينال هيدا هي الادولت الكوكسينال هي صغيره بتكون هيك مثل هيدا الدوده اللي فوق في ناس بفكروها دوده وبيقتلوها هيدا هي لارف لارف تبع الكوكسينال قبل ما تصير كوكسينال هيدا بتاكل من بطريقه مش طبيعيه شيء 6 مرات اكثر من الكوكسينال اللي بتاكل 100% سو هيدا نحافظ عليها شغله كمان تبع فيها نستعمله عاده نحن بنقول كثير وعملنا حلقات كثير عن المالشينج او البياج بالفرنسيه اللي هي نحط انواع من تبن او ايكورس دو بان على الوجه او رفرجه اهيان كثير من المزارعين الفراز والخس بيستعملوا هالطريقه يلي هي نايلون بنحطه على الوجه بهالطريقه بس الشتله تبعنا بيجي على المي ونفس الوقت ما بيطلع عشب حواليها وهيك هي بتاخذ كل الغذاء والشتله ما يعني ما بتكون ان كونتاكت مع التربه ديركت وهيك فهلا المشكل انه المالش صار كثير غالي النايلون ما فيك تشتريه مزبوط ففي تيبس 100% ففي تيبس فينا نعمله صح يعني هذا اللي كنا عم نحكي انه المزارع وخاصه المزارع الصغير ما في هلا يشتري كمامه ما في يشتري اسمده ما في يشتري دواء رش يعني هالقد غليو سو عم نعطي تيبس قد ما فينا تنقدر نفيد يعني فرح فرجه شو فينا نعمل اذا ما بدنا نحط نايلون اوكي في بلانت الفجار هلا اكيد اذا عم بياخذوها من الطبيعه وهيك كمان يحترموا انه بدنا نجيب منهم كل سنه مش يقطفون كيف ما كان معروف كثير انه اذا تقطفت مثل ما عم نشوف وتيبست أوكي. وحطيناها على الوجه بتقدر تشتغل كمالشنج اوكي سو نفس الوقت بتعطي مواد عضويه للتربه نفس الوقت هي فيها تمنع العشب يطلع كيف ما كان وبتخلي المي اكثر بالارض يعني هيدي كمان المالش فينا حيالة بلانت نيبسهم ونحطهم على الوجه بيصيروا مالش هلا اذا طلعنا وقت رح نفرجي قصص ثانيين باوروبا في شيء بيعملوه اسمه بيوران دو فوجير يعني شو بيصير بيجيبوا هاي الفوجير بينقعوها بالماء هلا رح فرجي صور كمان بغير نبته رح فرجي ثلاثه بيوران كيف بينعملوا سو بس يحفظوا معنا المشاهدين في الفوجير اللي بنسميها سرخس بالعربي وعندنا هون عم فرجي القراص او القرتي بعد شوي بفرجي نوع ثالث فمنجيب هيدا البلانت بنقطفهم وبنحطهم تقريبا بنقعهم بالماء مزبوط على جمعتين تقريبا يعني مثل ما عم فرجي هو الصور هوليك كيف بينحطوا تقريبا هي الدوز كيلو من الورق ل 10 لتر مي نتركهم جمعتين بعد جمعتين بنصفي وبعدين بصير عندنا هذا الليكيد الاخضر هلا اكيد مثل ما كثير من الناس اللي بقول لهم يعملوا هذا الشيء بيقولوا لي كثير حلوه وجربناها بس ما خبرتهم انه ريحتها بتقتل يعني ف بس مهمه لانه كثير هلا بتعرفي قد ايه عندها فينا نحط شيء نغير الريحه ما بعرف شو بارفان هيك فعمليا هيدا عم نشوف كيف تتاخذ هيدا البيوران خلصت هلا بعدين قبل ما تستعمليها على النباتات بدك تعملي ديليوشن يعني بترجعي كمان بتخففيها بالماء سو هون اللي بصير هو هيدا اللي حكيت على هلا اخر شيء القراص القراص هو نحن عم نمشي اذا عقصت هيك بتحس شيء عقصك هي هيدا النبته القراص او حراق اسمها بالعربي فاول شغله فينا نعملها نسقي الارض فيها لانه هي كثير غنيه بالنيتروجين خاصه وازوت وهيك وفينا نرش على النبته اذا رشينا عليها كمان هي بتقتل المن بطريقه طبيعيه وبتعطي كيماوي ورقه للنبته يعني الكيماوي الورقه كثير غاليه سو هيدا طريقه كيف نقدر يكون عندنا كيماوي ورقه سريع هلا هون عم فرجي على كيف بيعملوها على سكيل كبير وحتى صار باوروبا مسموحين ينباعوا بس تفكر بالريحه اول شيء مشان هيك مش دغري حد البيت عم نحكي هون لما حدا يكون عنده اكيد ارض يعني ليعمل هذا الشيء سو الفجار والقراص اللي حكيت عنهم هن للحشرات وهن نفس الوقت ازوت هلا في نبته بلبنان كثير معروفه وفينا نرش على النبته كمان صح بس بليز ينتبهوا ما يرشوا وقت الظهر لانه فينا نحرق البلانتات ويخففوا كثير الدوز ليقتلوا الحشره ومش النبته سو كمان هون بدنا ننتبه لهم يعني اللي بده اكثر معلومات في نحط مي اكثر ايه لانه انت بعد ما تصفي يعني. مزبوط دائما بنعمل ديليوشن نرجع مره على 10 يعني هذا كمان معروف اللي بده اكثر معلومات في نبش عليهم او يسالنا بنرجع بنجاوبه هلا رح نحط البلانت اللي هلا كمان حطيناه اللي هي البريل البريل بلبنان بنسميها بالعربي قطع وصل او كمان عندها اسم ثاني زنب يعني الخيل في محل سياحيه مبينه يلي هي بتطلع كثير حد المي سو كمان هيدا كيف بسموها برا وشوفي كيف تنباع بيوران دو بريل
ومنجيب البريل زيت اللي كنت عم بحكي قبل منحطها بالماء منترك فترة. هيدي كمان فينا نحن نرجع نرش فيها. هيدا دواء طبيعي لل كل شيء اسمه أمراض فطرية. فهون مش عم نحكي للحشرات عم نحكي للأمراض الفطرية. أوكي فهيدي كمان واحدة من الطرق الطبيعية لنحن نهتم بالجاردن وهيك. هلا حكينا كثير عن الكومبوست وهيدي بدنا نحكي عنه كمان قد ما فينا يلي هو نحن نعمل تسبيخ بالجنينة. فالكومبوست كثير مهم لأنه اللي عم بيصير ستيفاني أنه قد ما نحن عم نزرع طريقة يعني بس نباتات واحدة مونوكالتشر وقد ما منرش مع الوقت عم نقتل حتى الأرض وهيدي كثير مهم نعرفها. يعني نحن مش بس أنه لازم نهتم بشو عم نزرع لازم نهتم كثير بالأرض. من دون أرض ما في زراعة. فلما نحن نعمل تسبيخ ونعمل كومبوست أو حتى لما نروح عند على المزارع ونرجع نشتري الزبل. هلا إذا طلعنا وقت بعدين كمان نرجع نعمل حلقات عن الزبل لأنه كتير مهم لبعدين. هولي كمان نحنا لازم نرجع نحطهم بالأرض لنخلي الأرض يرجع يعيش. يعني بالكومبوست في بكتيريا وفي دود وعايزينهم نحنا كتير بالتربة. أكيد. في معنا اتصال. يلا. ألو. 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 بونجور. بونجور. تفضلي. أنا زارع بندورة بس لما صار فيه نص بندورة بعد وقت عم بطلع على الشتلة لقيت الورقة عم ديبس. اوكي الورق بلش ديبس من الشتلة بس في اعرف ليه شو بدي اعمل. هلا هذا من اصعب اسئلة لانه البندورة بيجي عليها بلبنان اكثر من 20 30 مرض. فمشان هيك لازم كنا تشوفها. لا في امراض فطريه فيها تكون وفيها تكون من الحشرات الفرجيتا. اذا بيبعث لنا صوره على الفيسبوك بيج اكيد بنجاوبه دغري بنقول له شو هي. بس البندوره معرضه لكثير امراض. رح اعطي مثلا في امراض فطريه بتجي على البندوره. في حشرات بتجي مثل ما فرجيت. في اوقات ديفيشنسي يعني مثل ناقص كالسيوم بالارض وهيك. هولي كمان من الاسباب. في شغله بعد كثير مهمه. في كثير بيشتروا بندوره من مصادر شتل مصادر مش موثوقه. والبندوره بيعمل فيروسات سو كمان في الفيروس بيكون دجا في فيروس بالبذرة؟ لا فيها تكون الشتلة جاي هيك في يكون اجمالا كمان في حشرة اسمهم بينقلوا هن الفيروس مسميه تي واي ال سي في بينقلوا مثلا فترة من الخبيزة او الختمية على البندورة كمان في بلبنان مطارح في بالارض الفيروس سو كمان بدنا ننتبه شو عم نشتري. اذا بعت لنا الصور اكيد بنساعده كثير اكثر. اوكي بعت لنا الصور يلا رح فرجي كمان شو بدك نعمل؟ في اتصالين، يلا. أنت شو بدك نعمل؟ ناخد اتصالات. ألو؟ 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 صباح الخير؟ صباح النور. تفضلي. أكيد. أسألوا عن سجرة أكيد. الكرز. تفضلي. إيه؟ أكيد. تفضلي عم نسمعك. ألو؟ عم نسمعك. ألو؟ عم نسمعك مدام. ألو؟ أوكي. ناخذ اتصال. الو ايه بالنسبه للفل تفضل. بتعطي وبتزهر وبتعطي كتير بس انا هيك صار عندي اليوم. شو هي؟ هالسنه الفل ايه اوكي ايه اوكي بس تعطي وبتزهر ماركو وبتبلش تبيض فرد مره بتصير الزهره كلها بني بدون اي سبب وفي منه بيصيروا على موف شوي غامق. يلا اوكي سو الفل تقريبا فينا نطبق عليه كل شيء بنحكيه على الجاردينيا. اوكي سو اول شغله بده يطلع على التربه. اذا التربه حمراء ما كثير منيح لهذا النوع من النباتات سو لازم نحط فيها قد ما فينا تور برسماد عضوي بالارض. هيدا وحده. اثنين ما تنسوا دائما تحطوا حديد. هلا هيدا الشيء اللي بخلي الفل تعمل البد ينزله هو قله رطوبه. سو كيف بتصير اذا التراب حمراء مشان هيك المي ما بتقدر يعني لو في تور بضل في رطوبه حواليها. كل فترة نقدر نرش مي ما تكون كلسية على ليا من فوق بس أكيد مش على الظهر. هولي بيساعدوا أنه البادز ما يطبوا. هلا بعد في شغلة كمان أنه نحن إذا ما شو منرش أوديستية؟ مش ديستية مي من بس مهم ما تكون كلسية يعني. أوكي. فهيدا مهمة يعني من فترة أكيد ما ترش الظهر يعني. وبعدين هي ليه الفل والجاردينيا بكبوا ورقاتهم؟ سو عندها ثلاث أسباب بتكون تشوفوا شو عم تعملوا غلط منهم. واحدة هي مثل ما حكيت قلة رطوبة يعني وهيدا فينا نعالجه بالتربة وهيك. الشغلة الثانية هي كتير مهمة كمان يلي لما نحن نكون عنا هالأرض غلط مثل ما نحكي وتراب كنا عم نقولهم قبل. الشيء الثاني الأساسي كتير هو نقص بالمعادن. يعني هالبلانت تجي بدها تزهر
هلا الزهور هن بياخذوا من الانرجي تبعها. سو اذا هي حست ما فيها تكمل الزهره يوم يومين وتعمل فواكه بتكبهم يعني بدغري بتقتلهم وبتكبهم. سو كمان اذا في تسميد غلط بالتربه. والشيء الثالث يلي هو بسبب اذا نحن عندنا بيبو والمي ما بتصرف لبرا بيصير في امراض فطريه، والامراض الفطريه بتعمل هذا السبب اكيد. أوكي. اذا بيبعث لنا صور كمان فينا نساعده اكثر. كمان اتصال. الو الو صباح الخير. دور. تفضل. بدنا نسأل سؤال لمسيو مارك. تفضل. عم نسمعك. تفضل. سوري في ديلي. كان بدي أسأل بس بخصوص بذر التفاح، إذا بدنا نزرعهم قد إيه بدهم وقت وأي وقت أفضل شيء نزرعه؟ اوكي. ما بعرف ليه بدك تزرع بذر التفاح، لانه التفاح اثبت تعمله دائما يعني هي مثل ما بنقول يعني بوتيراج، يعني انت تاخذ من التفاح حتشك بالارض لانه اسرع وهيك. بس اذا بدك تزرع بذر التفاح ما في مشكله متى تزرعهم، هي الطريقه كيف تزرعها. هلا بدك تكون جايب اكيد البذره تكون بالغه، بدك تعرف تقدر تنبتها. يعني مثلا نحن دائما بننصح ينحطوا 24 ساعه بالسقعه، يرجع ينحطوا بالمي ترجع تزرعهم. اذا بتقدر تستعمل تراب اسمه تيرو، بس انه صار كثير غالي. سو اذا فيك يعني. هلا الفرق هو نحن لما بنزرع من بذر الشتله بتطول بعدين لتعطي فواكه بس تطلع اقوى. سو عمليا ما بترجع تطعمها لما تزرع من البذر. بتقدر تزرع دائما بس عاده انا بنصح عمليه طويله. ايه يعني اكيد هلا بتموز وقب شوي ثقيله، سو انطر لشوي يعني نصير بايلول، او اذا بدك بعدين تبقى تعملها بين شباط وادار. بس اهم شيء اكيد هلا ما عندك بذر تفاح الا اذا شاريه من قبل، لانه التفاح بيبلغ بتشرين. سو تاكد انه كثير بلغت لتكون البذره يعني ناضجه، او اذا انت عم تشتريهم من برا ما بعرف. لانه بس انا ماني مع انه حدا يزرع بذر تفاح، اثبت تعمل كاتنجز. يعني اذا ما بتعرف كيف كمان تبعت لنا وبنبعت لك صوره بتشوف كيف، يعني نشتلها نحن نقص ونحطهم بالارض تيصير عندنا تفاح. بكمل بالاسئله و كمل. هلا انا محضر اساس ما بتصورش بعد عنا وقت، لانه بدنا نحكي عن كمان تكنيكس بالبيرماكلتشر، وحده منهم اسمها تراب كروبينج، وفي شيء كمان اسمه ثري سيسترز. رح بلش بصوره تنفرجي كيف بتصير. سو هون مثلا بتشوفي اجمالا اذا واحد عم يزرع فريز، سو بيزرع فريز بس وبالنص بحط بلاط اسمه الفلفا. أوكي. ليه؟ لانه الحشرات اللي بتجي على الفريز بيجوا اكثر على الالفلفا، هيك انت الفريز تبعك ما بيجي عليهم شيء. سو كانك عملتي يعني كانك عملتي فخ، يعني زرعتي لهم للحشرات مثل فخ، هن بيصيروا يجوا اكثر عليهم وانت بتصيري بتشيليهم. بالصوره اللي على اليمين في لما واحد يزرع كثير كبير في مثل هوفر بتقطع بتسحب الحشرات، بس كنا احنا وجهناهم لمطرح. هلا هيدي وحده من الطرق. طريقة ثانية هي هالصورة اللي اسمها The Three Sisters، هيدي بتطبق كثير مثلا بأمريكا اللاتينية. بيزرعوا درة ولوبيا مزبوط وكورجات على الأرض. الفكرة تبعها أنه هول الثلاث بلانتات اللوبيا الدرة بتصير مثل تيوتر للوبيا تعربش عليها، والكوسا بيكون على الأرض بيعمل مالشنج اللي حكيناه قبل. وهول الثلاث بلانتات بيساعدوا بعضهم بالريحة وهيك، أنه ما Three Sisters 100% أنه ما يمرضوا. وكثير مهم هذا بنرجع تعلمنا شيء اليوم. وليك هذا الشغله كمان كنا بنحكي على التراب بلانتينج اللي بيزرع. مثلا اذا انت عندك كثير بندوره فيك تحطي كم خياره بالارض، لانه الخيار بيجوا عليها الحشرات وهيك ما بيجوا على البندوره. وهيدي الصوره هي بلكي بدي انا خيار منيح. معك حق فيك، بس لانه عم نحكي اذا الهدف البندوره. هلا هون في كلهم عندهم حل. هيدي الكابوسين كمان بلبنان نحن كثير بنزرعها. أيه. سو هيدي التراب كمان، لانه اذا انا عندي كمان زارع بوتاجي وعم بيجي كثير من عليه بقدر ازرع شويه كابوسين، لانه كثير بحبوها المن. سو بيجوا عليها انا بصير شيل الاوراق وبكبهم وهيك كمان ما برش. سو هول كلهم تكنيك فينا اكيد نستعملهم اكثر واكثر. ورح انهي ما عندي وقت اشرحها هلا كلها، بس شيء اسمه لازانيا يلي هي بطريقه شوف هيدي حلوه بالزراعه بنعملها كثير. سو اللازانيا هي انا ظبطت كوش بركوش كوش بركوش، يعني هون ليك رح فرجي الصوره كيف هي مبينه، انه بتحطي جرايد قبل بترجع بتحطي كل فضلات الاكل بتعبي كوشات فوق بعضهم. اوكي. وبحي هون عم فرجي الصوره كيف، والاخر بتزرعي فوق. سو هيدا كله كمان طريقه لترجع تخلي التربه تعيش. بكره بنعمل بنبقى حلقات منفصل كل وحده، بس اقول انه هول كلهم اللي شاركناهم هن تكنيك فينا نطبقهم بالزراعات، ما بكلفونا كثير، بنكون عم نفكر بطريقه مستدامه وفينا نطبقها وين ما بدنا. ميرسي على كل المعلومات. ثانك يو مارك. مشاهدينا وقفه ومنتابع لايف.